مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من مركز المدينة. كيف ما كتشاهدوا الناس خارجين، الناس كيستمتعوا بالأجواء ديالهم تتقداو، كي اللي خرج رفقة العائلة ديالو، كي اللي خرج وليداتو. ثم كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأجواء هنا. شوفوا تبارك الله الدنيا عامرة، الأجواء زوينة، الناس خارجين رفقة، الناس خارجين رفقة وليداتهم والعائلات ديالهم. خصوصا المحلات ديال المثلجات كيكونوا عامرين بسبب هذا الارتفاع ديال بسبب ارتفاع ديال درجات الحراره. الناس كيمشيو للمحلات باش انهم يقضيو الاغراض ديالهم، وكيمشيو للمحلات ديال المثلجات باش انهم تيتبردوا في هذا الجو هذا. انتوما كتشاهدوا معنا واكثريه ديال المحلات كيديروا سولد بمناسبه الصيف ودخول فصل الصيف باش انهم يجيو يتقداو الناس. يعني هذه هي الاجواء مشاهدي قناه شوف تيفي هنا بمركز المدينه. يعني هنا البخانس معروفين، هذا معروف هاد البلاصه هادي بالشوبينغ. وقبل الناس ما يوليو لي مول وما يوليو بزاف ديال الامور، كان هنا كيجيو الناس باش كيجيو يتقداو. يعني اللي كيتقدا في البرانس راه بحال مشى لشي بلاصه اخرى. طبعا انتم كتشاهدوا معنا الرواج والدنيا عامره، ديال الناس خارجين كيستمتعوا، خصوصا بالليل كتكون الدنيا عامره اكثر. يعني غير كل ما نقصت الحراره ونقصت الشمس عاد الناس كيقدروا انهم يخرجوا رفقه العائلات ديالهم ووليداتهم، وكيخرجوا يشريوا الاغراض اللي خاصينهم. وكيف ما قلنا هنا كاين المحلات بزاف، واي واحد خاصه شي حاجه الا وكيلقاها هنا. تشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأجواء هنايا في مركز المدينة، محلات الفرنسا تقريبا القزوين كاملين كيعرفوا هاد البلاصة هادي، كيجيو يديرو فيها الشوبينغ ديالهم. ودابا مع ارتفاع في درجة الحرارة الناس كلهم كيخرجوا من المنازل ديالهم، يعني الناس كيستغلوا هاد الفصل الصيف باش انهم يخرجوا. كاين اللي كيجيو عندو العائلة ديالو مثلا من الديار الأوروبية، كيجي حتى هو كيخرجهم هنايا وكيوريهم المدينة كيفاش داير. وكيف ما كنا هنا قبل ما يكون هنا، قبل ما يكونوا لي مول ويكونوا المحلات، كانوا هاد المحلات اللي هنا هما أول وحدين اللي الناس كيجيو كيديرو فيهم شوبينغ ديالهم، كيديرو فيهم الامور اللي كتكون خاصه. يعني هذه هي مركز المدينه تزامنا مع ارتفاع درجات الحراره اللي كاينه بكازا، والناس كيجيو كيستمتعوا كيشريو الاغراض اللي خاصينهم. حميمة تا هما مسكن فيهم العطش، مزيان الناس اللي كيجي ويبقاو يجيبو ليهم شوية الماكلة شوية الما خصوصا مع الصهد. السيد مسكين تيدير بادرة زوينة كيجيب الماكلة للحمام، مزيان فهاد الصهد هذا انسان يكون رحيم بالحيوانات وبخوتو. يعني هنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنا من مركز المدينة بالضبط من مدينة كازا، هذه هي الأجواء هنايا مع تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة. ونتلاقاو إن شاء الله مشاهدي قناة شوف تيفي في مباشر آخر. كنشكركم على حسن المتابعة وحسن التفاعل ديالكم. السلام عليكم.